السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد الوصفه اللي كتجي لذيذه بزاف وغادي تعجبكم خاصه في هذا شهر رمضان. الوصفه اللي غنقدم لكم اليوم وهي عباره عن شناك اللي غادي نستعملوا فيه الشوكولاط والزبيب، كيجي لذيذ بزاف وغادي يعجبكم ان شاء الله. المقادير اللي كنحتاجو في هذه الوصفه، كنحتاجو بالنسبه ل 500 غرام ديال الدقيق، 50 غرام ديال الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ ما تكونش قاسحه. عندي هنايا كاس من الحليب مقدار 125 مليلتر، عندي معلقه ديال الخميره، من الاحسن تستعملوا هذه اليابسه ماشي الطريه، نص كاس من الزيت ونص كاس من السكر الخشن او سكر حبيبات. بالنسبه للناس اللي خافوا تجيهم حلوه بزاف هاد الشناك، فيمكن لهم يستعملوا غير معلقه ولا جوج المعالق السكر الخشن، حيت الشوكولاط حلو وعارفين باللي حتى الزبيب حلو. فإلا خفتو تجيكم حلوه بزاف يمكن لكم تستغناو على السكر الخشن او تستعملوا غير واحد المعيلقه او جوج معيلقات. كنحتاجوا الشوكولاط، يا اما تستعملوا الشوكولاط حبيبات داك اللي كتستعملوه في الكاب كيك، اولا تستعملوا غير الشوكولاط العادي كما درت انا وقطعته قطع صغيره. وعندنا هنايا الزبيب. نبداو تحضير هذه الوصفه بطريقه سهله كما كنقول لكم ديما في كاع الوصفات. غادي ناخذ الخميره بداتها على الدقيق، نوضعوا السكر، انا ما غنستعملش هاد نص كاس كامل كما قلت لكم باش ما تجينيش حلوه بزاف. وغادي نوضع الزبده، نجيب واحد ديال المعلقه باش نوضع الزبده، غادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم هما الاولين. الناس اللي كيعجبهم نكهه هاد الليمون الحامض الفاني يمكن لكم تضيفوها لهاد الوصفه، ضيفوا قشور د الحامض محكوكين اولا قشور د الليمون، يمكن لكم ضيفوا الفاني حتى هي الا عجبتكم. غادي نخلط هاد المواد الناشفه هي الاولى وحدها اي واحد شويه، بيد ما تخلطات الزبده، بيد ما تخلطات الزبده الخميره والسكر مع هاد المكون مع الدقيق، من بعد غادي نكملوا. بعد ما قمت بالخلط ديال الخميره مع الزبده والسكر مع الدقيق، غادي نضيف الزيت وغادي نضيفو الحليب. الحليب ما غاديش نضيف الكميه كامله، كنبداو نضيفو غير بشويه بشويه وكنخلطو حتى كنحصلو على عجينه اللي تكون متماسكه وتكون رطبه ما تكونش قاسحه بزاف. انا قلت لكم هنا كاس ديال الحليب مقدار 125 مليلتر، في حاله حصلتوا على عجينه قاسحه فيمكن لكم تزيدوا شويه ديال الحليب، داكشي علاش غنبقاو نضيفو الحليب بشويه بشويه وحنا كنخلطو. ما جمعت العجين ديالي كيف ما كتلاحظوا معايا كتكون عجينه رطبه، كنشدوها وكنديروها في كيس ديال البلاستيك وكنخليوها واحد 30 دقيقه حتى 45 دقيقه حتى كتخمر هاد العجينه وكترتاح، عاد غادي نبداو بالتشكيل ديالها. بعد ما خليت العجين ديالي حتى خمرات كما كتلاحظوا معايا خليته 20 دقيقه. الان فحنا غادي نقومو بتسريح ديال العجين حتى كنحصلوا على واحد العجينه رقيقه. بعد ما كنسرحوا العجين ديالنا فحنا كناخذوا لا كريم باتيسيير وكنسرحوها فوق من العجين، خديت تقريبا كاس كبير من لا كريم باتيسيير. هاد لا كريم كلكم تحضروها في البيت كما يمكن لكم تستعملوا اللي كتكون جاهزه، طريقه التحضير ديالها سهله بزاف. ان شاء الله نقدم لكم فيديو فيه طريقه التحضير بالنسبه لهذه اللي استعملت انا فانا حضرتها في البيت، ان شاء الله قريب نحط لكم فيديو طريقه تحضير لا كريم باتيسيير في البيت. كنسرحو مزيان الكريمه فوق العجين، بهذا الشكل. وغادي ناخذ الزبيب والشوكولاط غنوضعو فوق من لا كريم،
نساوي باش يجي كاع الجوانب فيهم الزبيب مع الشوكولات. صراحه هاد لي شناك كيجيو لذادين بزاف وغادي يعجبوكم، فقط غير جربوا هاد الوصفه. هاد ما كنسرحوا هاد الشوكولات والزبيب ولا كريم باتيسيير. الان غادي نبداو نجمعوا الرولي ديالنا. كنبداو نجمعوا العجين شويه بشويه. هاد الشكل ما كنضغطوش بزاف باش ما كتخرجش لينا لا كريم باتيسيير من العجين. الان غادي نبداو التقطيع. كنستعملو الموس، كنقطعو غير بشويه. يمكن لكم تستعملو الموس، يمكن لكم تستعملو حتى الطريقه ديال الخيط. هانتم كيما كتلاحظوا معايا، غادي نحطهم في صينيه اللي غتدخل للفرن. بالنسبه للطريقه ديال الخيط، فحنا كناخذوا واحد الخيط طويل كنخشوه من هاد البلاصه وكنجروا الجوانب وكتقطع لينا. غنستمر التقطيع بحال ما هاد الشكل حتى غنكمل هاد الرولي كامل اللي عندي. بعد ما كملت التقطاع ديال لي شناك ديالي، فانا بسطتهم واحد شويه باش ما يجوناش منفوخين بزاف. غنخليهم حتى غادي يخمروا تقريبا واحد 15 دقيقه. كندهنوا الوجه ديالهم بالبيض وكندخلهم للفران. من بعد غنوريكم الشكل النهائي ديال هاد الوصفه. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الشناك بالزبيب والشوكولاط ولا كريم باتيسيير. كيجي لذيذ بزاف وغادي يعجبكم. هاد الوصفه سهله وبسيطه، كنتمنى تعجبكم انتم كيف ما كتلاحظوا معايا. فكيجي الشوكولاط من الداخل، لا كريم باتيسيير والزبيب، لذيذين بزاف هاد لي شناك خصوصا في رمضان، غادي يعجبكم. شكرا على التتبع ديالكم وعلى الوفاء ديالكم للقناه. الى عجبكم الفيديو ديروا لو جيم وبارطاجيو لا فيديو باش يستافدوا منه ناس اخرين. ما تنساوش تشتركوا في القناه باش يبقى ديما يوصلكم الجديد ديال القناه. شكرا على التتبع ديالكم. ما تنساوش تزوروا الموقع عين الشيف مريم .com. ايضا موقع شيواتي.com للاطلاع على المزيد من الوصفات. الى اللقاء، الى فيديو قادم وحلقة قادمة باذن الله.